السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول جزء في الباب الثاني الفصل الأول، المحلول والغرض منه. يعني كلمة محلول؟ المحلول ده مخلوط متجانس التركيب والخلاص، مخلوط متجانس التركيب والخلاص، يتكون من مذيب ومذاب. يعني إيه مخلوط متجانس؟ يعني لما أجيب مية وأحط فيها معلقة ملح وأقلب، الملح كله لو داب هدوق الميه اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا، كلها نفس اللون، كلها نفس الحاله الفيزيائيه سائل، كلها نفس الطعم، وكذلك لو عملت في السكر. يبقى مخلوط متجانس، في مذيب ومذاب. المذيب الكثير اللي هو الميه، المذاب القليل اللي هو الملح او السكر لما يدوب. يبقى ده تعريف المحلول، وده بيتكون من مذيب يوجد في المحلول بنسبه اكبر ومذاب. هقسم المحلول بكذا طريقه. اول طريقه لتصنيف المحاليل، انواع المحاليل تبع الحاله الفيزيائيه للمذيب الكتير. في محلول غاز زي الهواء الجوي، الهواء الجوي محلول غاز، الهواء الجوي. ازاي الهواء الجوي محلول غاز؟ لان بيبقى عباره مثلا اكسجين وليكن نسبته 21%، ونيتروجين ده احنا بنهواء 78%. مين المذيب ومين المذاب؟ المذاب اللي هو قليل اللي هو الاكسجين، المذيب الكثير النيتروجين. يبقى ماذا اقول لك؟ المحلول غازي تقول لي مثال الهواء الجوي، في مثال تاني؟ لا، هو الهواء الجوي بس. في امثله تانيه بس مش هسالك فيها، هو الهواء الجوي. ممكن يقول لك الغاز الطبيعي مثلا او غاز البوتاجاز، دي امثله، بس المثال اللي عندك هو الهواء الجوي. في بقى المحلول الساكن بقسمه لثلاثه، في صلب فيسائل، يعني لو حاجه صلبه فيسائل زي الملح في الميه زي السكر في الميه، في سائل فيسائل زي الكحول في الميه، الايثيلين جيليكول ده مركب كيميائي في الميه، في غاز فيسائل بيبس المياه الغازيه. طيب في عندك او الاكسجين في الميه، في عندك الصلب، في غاز في صلب زي الهيدروجين لما تدوبه في البلاتين او البلاتين، الهيدروجين غاز، البلاتين او البلاتيوم صلب، لما نحط الهيدروجين جوه البلاتين او البلاتيوم ده غاز في صلب. في عندك سائل في صلب زي لما اقول لك سائل في صلب تقول لي زي ايه؟ زي ملغم الفضه. بتجيب الزئبق سائل تحطه جوه الفضه صلب، يبقى ده سائل في صلب. بس هو صلب ايه؟ مذيب الصلب الفضه. كلمه ملغم يعني حاجه مع الفضه مع الزئبق، اي حاجه تحطها مع الزئبق اسمها ملغم، زي ملغم الذهب، ملغم النحاس، ملغم الحديد، ده كله سائل في صلب. غاز في صلب هيدروجين في البلاتين والبلاتين، اكسجين في البلاتين والبلاتين، اي غاز في صلب. طيب اخر حاجه عندنا صلب في صلب، صلب في صلب دي السبائك، صلب في صلب السبائك زي سبيكه النيكل كروم، زي سبيكة الذهب من النحاس، زي سبيكة الحديد من المنجنيز، دي كلها محاليل صلب. يبقى عرفنا تصنيف المحاليل تبع الحالة الفيزيائية، غاز سائل صلب. هناخد ملحوظات مهمة معلومات خدناها قبل كده نفتكرها مع بعض هتنفعنا في طريق الدرس. السلبية الكهربائية، يعني إيه سلبية كهربية؟ فكرت حتى في إعدادي، قدرة الذرة على جذب الالكترونات الرابطه الكيميائيه نحوها. يعني اقول لو عندك الميه فيها اكسجين وهيدروجين، هنا كان يقول لك في الكترونات مشتركه، قدره الاكسجين على جذب الالكترونات اكتر من الهيدروجين. يعني ايه؟ يعني دخلها ثانيتين ده ياخدها ثانيتين، دخلها 4 ثواني ده ياخدها ثانيتين، وهكذا. فده يتكون عليه شحنه سالبه نسبيه. ليه سالبه؟ لانه بيسحب الالكترونات اكتر، عشان كده سموها سالبيه، لان الالكترونات سالبه، وده بيكون عليه درجه اكسيد، وعليه
يفطر ومفيش حد بيبتسم. افكرك بحاجه زي ما كنت بتاخد ال ال اس ال كان يقول لك ده كله ابتسامه مفيش بقى العلامه الغريبه الجنسيه بتاعتك لان هنا واحد بيفقد واحد ايه بيكتشف انما هنا ده بيسحب الالكترونات اكتر من ده دي اسمها سالبين قدره الذره على جذب الالكترونات الرابطه الكيميائيه نحوها في حاجه اسمها رابطه قطبيه الرابطه دي اسمها رابطه قطبيه رابطه بين ذرتين مختلفتين في السالبين رابطه بين ذرتين مختلفتين في السالبين في جزيء قطبي زي جزيء الماء جزيء يحتوي على ذرتين مختلفتين في السالبين جزيء يحتوي على ذرتين مختلفتين في السالبين جزيء يحتوي على ذرتين يعني جزيء الماء على قطبي في ذرتين مختلفتين في السالبين عدد الرابطة هنا قطبية اسمهم ذرتين مختلفتين في السالبين يعني ايه سالبية؟ قدرة الذرة على جذب الالكترونات بص يا هنا هناخد دلوقتي الماء مذيب قطبي الماء مذيب قطبي يعني ايه الماء مذيب قطبي؟ بلاقي الماء لو احنا خدنا ترتيب الماء كده الاكسجين هنا والهيدروجين هنا والهيدروجين هنا اتفقنا سالب جزئي نقطة جزئي عشان السلبية بتاع الأكسجين أكتر. هنا في زاوية 104 جت منين؟ جت من القطب من تنافر بين الهيدروجين الموجب والهيدروجين الهيدروجين الموجب والموجب يعملوا تنافر. التنافر ده يعمل لك زاوية. الزاوية دي حسبوها بعلاقات هندسية طلعت 104.5 عشان الجزئي يبقى نص قطب. الماء مذيب قطبي لانه يحتوي على ذرتين مختلفتين في السلبيه الكهربيه واحدى الذرات بتبقى سلبيتها اقل. طيب اللي بيربط بين جزيئات الماء اللي يربط بين جزيء الماء ده وجزيء الماء التاني ايه اللي بيربط بين جزيئات الماء؟ اللي بيربط بينهم رابطه اسمها رابطه هيدروجينيه. يعني اللي يربط جزيء الماء ده وجزيء الماء ده الرابطه دي اسمها رابطه هيدروجينيه. يبقى ليه الماء قطبي؟ لان في رابطتين قطبيتين هنا فيها سالب موجب وهنا فيها سالب ايه موجب. طب عاوزين نقسم المحاليل بقى تبعا لقدرتها على توصيل الكهرباء. تقسيم المحاليل تبعا لقدرتها على توصيل الكهرباء الكتروليتيه يعني بتوصل كهرباء ولا الكتروليتيه لا توصل كهرباء جامد الكتروليتيه جامد الكتروليتيه يعني كهرباء لا الكتروليتية يعني ما بتوصلش كهرباء. يبقى تاني هيقول لك يعني محلول الكتروليتي محلول فيه اي ماء موجبه وسالبه له قدره على توصيل الكهرباء. بقسم المحاليل الكتروليتيه لنوعين في الكتروليتات قويه وفي الكتروليتات ضعيفه. ايه الفرق يا مستر بين الكتروليتات القويه والضعيفه؟ القويه دي تامه التأيد. يعني ايه تأيد؟ هقول زي كلوريد الصوديوم اول ما بتحطه في الميه بيتقسم كله لموجب وسالب. يعني اصدر تامه التأيد ده يعني كل جزيئاته بتتفكك لايمات موجب وسالب. مش بس كده بتوصل كهرباء بدرجه كبيره. يعني الميه المملحه اللي فيها بتنهي الموجب والسائل السالب بتوصل كهرباء كتير. ليه؟ لانه الالكتروليت قوي لان كله بيتحول لايونات. طيب الالكترولوتات الضعيفه زي ايه مثلا؟ زي الخل. عارفين الخل؟ الخل عندنا في البيت رمزه CHC COOH ده رمز الخل حمض الاستيك الخل. لما نيجي نحطه في الميه بيتفكك CHC COO سالب زائد الاتش الموجب. انت عارف لما تيجي تحط الخل كل 10 جزيئات تطلع لك 2 ايون. لما تيجي تحط الملح في الميه ال 10 جزيئات تطلع لك 20 ايون. عرفت الفرق؟ ان هنا بتطلع ايونات كتير كله بتفكك. الماء الضعيف ده بخير تام التأيون. يعني مش كله بيتفكك. عشان كده ده رديء التوصيل للكهرباء او ضعيف التوصيل للكهرباء.
وده جاي من التوصيل الكهربي. يبقى دلوقتي عرفنا الفرق بين الالكترود القوي تم التهيئ جاي من التوصيل الكهربا، مثال كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، اي كلوريد عندنا مالح. الضعيف ليه المواد العضويه زي اللي بنستخدمها في حياتنا زي الخل، ده ضعيف التهيئ، زي الكحول ضعيف التهيئ، نظيف التوصيل الكهربا. طيب الالكترونيك دي مواد لا تتهيئ ولا توصل كهربا، يعني ايه يا مستر؟ يعني ما يطلعش منها ولا اي موجب ولا اي مسافه ولا توصل الكهرباء. زي محلول السكر، ميه سكر مش هتوصل كهرباء، يعني لو ديك مدلوله بميه نقيه بسكر والناس بتفتح الكهرباء مش هتتكهرب، بس مواد الحنفيه دي مش نقيه. طيب محلول السكر وكحول برضه لا الكتروليت، يبقى عرفنا كده الفرق بين الالكتروليت واللا الكتروليت. الكتروليت قوي ضعيف، واللا الكتروليت ما بيتقيلش وما بيوصلش كهرباء، ده بيتقيل بس ده تام بيتقيل ولا غير تام بيتقيل، يعني ده جاي من الدراسه. في رمز غريب شويه في حاله خاصه اللي هو ممكن يسالك عنه، ايه الفرق بين HCl غاز و HCl محلول؟ ايه الفرق بينهم؟ قال لك ده يوصل كهرباء الكترونيت، وده لا الكترونيت ما يوصلش كهرباء. ليه؟ طب ده نفس الرمز. يقول لك في فرق، ده غاز واحنا عارفين الغازات رديئه التوصيل للكهرباء، انما ده محلول والمحاليل جيده التوصيل للكهرباء. يبقى تقول لي ده جيد التوصيل يعني الكترونيت، وده رديء التوصيل للكهرباء. كده خدنا الحاله الخاصه بتاعه التقسيم. عمليه الازاله يعني ايه ازاله؟ يعني لما اجي احط شويه الملح في الميه بيحصل ايه؟ بيتفكك الملح اللي هناك موجب وسائل، يبقى حواليها الميه، دي اسمها ازاله. اول ما بتحط شويه الملح في الميه جزيئات الميه تقعد تخبط في الملح تخليه يتفكك يبدا يتفكك الموجب وايه؟ وسائل، دي اسمها ازاله. اول ما نيجي نحط السكر في الميه نفس الكلام، بيتفكك بيتحول الى موجب وايه؟ وسائل. تحدث عندنا تفكك الملح او الماده المذاب الى ايونات موجب وسالب او جزيئات قطبيه زي اتش سي ال، ده هيتحول لجزيئات ايه؟ قطبيه. طيب هناخد دلوقتي بقى جزء تاني اللي هو القاعده بتقول الشبيه يذيب الشبيه، يعني الحاجتين اللي زي بعض بيذيبوا بعض. الملح خدنا ان فيه ام اس ال يعني في موجب دي سالب، والميه خدناها من شويه كنت راسمها لكم سالب وموجب، الاثنين دول ده بيدف ده ليه؟ لانهم زي بعض، ده ايون موجب وايون سالب، وده قطب وموجب وقطب سالب. يبقى علم الملح يكون في الماء لان الملح ايوني والماء قطبي. ايه وجه الشبه يا مستر؟ ده في موجب وسالب وده في موجب وايه؟ وسالب. طب ليه السكر بيدوب رغم انه مش ايوني ومش قطبي؟ السكر بقى قال لك ان السكر فيه مجموعه اسمها او اتش هيدروكسيد. مجموعه الاو اتش دي بتعمل رابطه هيدروجينيه مع الميه، يعني ايه؟ يعني ترتبط بالموجب بتاع الميه. ترتبط بالموجب بتاع الميه. يبقى لان جزيئات السكر القطبيه بتعمل ايه؟ روابط هيدروجينيه مع الميه. السكر ده حاله خاصه رغم انه مش ايوني بس بيدوب ليه؟ لانه بيعمل روابط هيدروجينيه. طب ليه الزيت ما بيدوبش؟ لانه تساهل وما يعرفش يعمل روابط هيدروجينيه، او لانه غير قطبي والماء قطبي، لانه مش زي الميه، يبقى شكل بعض بيدوب مع بعض. تلاقي كده ايه الصحاب زي بعض، الواد الشاطر وصاحب الشاطر، الواد الصايع وصاحب الصايع، زي في البلد اللي عندنا البيض اللي مشش اتدحرج على البحر. فهنا عندنا ايه؟ الزيت ما ينفعش يدوب في الميه، ما ينفعش يدوب في الفشل ده مش الاعراض المؤدبه اللي بيصلي ده. يمشي ويشوفوا واحد زي ده. يبقى الزيت يدوب في البنزين ليه؟ لان الاثنين زي بعض. الاثنين مؤدبين زي بعض. ده غير قطبي وده غير قطبي، فالاثنين يدوبوا في بعض. طيب في حاجه بقى اسمها الزوبانيه. الزوبانيه دي احنا خدنا حاجه في الاخر يقول لك لا في فرق. هنا المقصود بيها ان الملح يتفكك لايون موجب وسالب، هنا المقصود بيها كتله المذاب
يعني لو معايا جرام ميه دوبت فيهم 5 جرام ملح يبقى الزوانيه 5. يبقى قصدي كلمه الزوانيه ايه؟ كتله المذاب. انما الاذابه قصدي بيها ايه؟ ان الملح يتفكك الموجب المذاب ويرتبط بالميه. هنا قصدي كتله المذاب. يعني لو قلت لك مثلا ملح الطعام زوانيته 10 وملح كلوريد البوتاسيوم زوانيته 20، يعني ايه 10؟ يعني 10 جرام يدوب في 100 جرام ميه، والتاني 20 جرام يدوب في 100 جرام ميه، يبقى مين زوانيته اكتر؟ اللي هو ال 20 اللي هو كلوريد البوتاسيوم. يبقى كتله المذاب بالجرام في 100 جرام للمذيب لتكوين محلول مشبع. ايه الحاجه اللي بتاثر تخلي المذاب يدوب اسرع؟ حاجتين، طبيعه المذيب والمذاب. يعني مثلا لو ملح وميه ايون الكرب بتدوب سوائل بسرعه، عشان كده تلاقي الملح بيدوب بسرعه في الميه. السكر في الميه ابطا شويه من الملح في الميه. ليه؟ لان ده غير قطبي وده قطبي، بيدوب عشان يبطل الهيدروجين بس ابطا من ده. يبقى طبيعه المذاب والمذيب، يعني هو قطبي ولا غير قطبي؟ درجه الحراره كل ما سخن اكيد الزوانه بتاثر. كل ما سخن ما عدا بعض الحاجات، يعني ما عدا حاجه اسمها كبريتات السر. يبقى كل الاملاح لما لما سخن الزوانه بتاثر. بس الغازات العكس. الغاز لما تسخن الزوبان يبقى دي ملحوظه. اخر حاجه في الدرس هناخدها تصنيف المحلول تبع درجه التشبع. في محلول غير مشبع، يعني ايه مشبع؟ يعني واحد مثلا عنده كوبايه ميه كبيره حطيت فيها معلقه صغيره سكر بتختفي على طول. مش ده ممكن تداوب فيه سكر تاني؟ لسه ما شبعش. زي واحد مثلا بياكل كل يوم 5 سندوتشات، لو خد سندوتش واحد لسه ما شبعش غير مشبع. هنا الكوبايه دي بتسمح لي 5 معالق سكر. لو حطيت معلقه يبقى غير مشبع. يعني ايه بقى؟ بيقبل اضافه المزيد من المذاب، يعني ينفع تحط فيه سكر تاني. في نفس درجه الحراره من غير ما تسخن. اللي بيقبل اسمه غير مشبع. طب تعالى بقى المشبع. المشبع ده ما بيقبلش. يعني في اكتر كميه من المذاب، يبقى المحلول المشبع في اكتر كميه من المذاب لا يقبل. زي ايه؟ الواد الطفل بياخد 5 معالق سكر في كوبايه الشاي. هل الخمسه في كوبايه الشاي الصغيره هل 5 يكون؟ بعد ما تشرب الشاي كده السكر راقي تحت. لانه بقى محلول ايه؟ مشبع. الفراغات اتملت. شبعت. شبعت. يعني واحد لما ياكل 20 سندوتش هو طاقته بياكل 4 سندوتش. هل استفاد من 20 دول؟ هترجعوا ال 20 دول هيجيبوا له مرض. يبقى المشبع ما يقبلش اضافه المزيد من المذاب. طب ايه بقى فوق المشبع ده؟ فوق المشبع ان ممكن تدوب اكتر لما تسخن. زي ماما ما تيجي تعمل الشربات بتاع الحلويات بتعمل ايه؟ تحط سكر كتير قوي في شويه ميه كده صغيرين وتفضل تسخن تزود السكر. السكر ده كله راح فين؟ اتحول لشربات. يعني كله ده اسمه فوق المشبع، لان دوبت سكر زياده في كميه ميه معينه. يبقى مفهوم مشبع يعني ايه؟ يقبل اضافه المذاب برفع درجه الحراره. واحد يقول لي ازاي احول مفهوم مشبع لمشبع؟ ها؟ احنا قلنا هنا التسخين تحول تلج، بالعكس بالتبريد. وفي طريقه ثانيه في المعمل عندنا اسمها تبلور. يعني ايه تبلور؟ يعني انا دوبت هنا سكر زياده او ملح زياده، بعمل ايه؟ عارف بنجيب زي باكت الشاي فتره كده، نجيب باكت كده، انا مدوب هنا ملح ان اي سي، اجيب زي فتله واحط فيها ان اي سي حبتين ملح وهو سكر، هلاقي الملح الزياده راح متجمع حواليها ده وهو سكر. يبقى كده حولته تاني من فوق مشبع لايه؟ لمشبع. يبقى كده خلصنا الجزء الاول في المحاليل والغروات. المره الجايه نكمل ان شاء الله.